وسهلا فيكم بمطبخ لولو. شوفوا المنظر روعة. أكلتنا سمك مشوي بالفرن بتتبيلة مميزة، شايفين كيف عم تقرش؟ سامعين؟ شايفين كيف مستوية مزبوط بقلب من قلبها؟ شايفين كأنها مقلية، ولا أروع من هيك. والطعمة روعة. عن جد كأنها مقلية. بتمنى طبق لليوم يعجبكم. يلا نروح سوا نشوف الطريقة والمقادير. عندي 4 حبات سمك نوع دورادو رويال أو إجاج مثل ما بنقولن عنا نحنا باللبناني. نطفيه مزبوط من قلبون ومن برا، الحراشف كلها شايلينها نضاف ولا أحلى من هيك، وفركتهم بالحامض والملح ومنطفتهم مزبوط. هلأ هيدي الأكلة ما بتتأيدوا فيها بنوع السمك، السمك اللي بدكم إياه بتقدروا تعملوه بهاي الطريقة. عندي هون بهارات السمك أنا مشكلتهم، عندي بهار بابريكا، بهار ثوم، شوية كمون مش كتير، ملح، وشوية بهار أسود. هيدول هن البهارات. وعندي حامضة بدي أعصرها مع هون، وعندي حسان ثوم، وعندي زيت زيتون، هيدا زيت الزيتون للقلي، برات أوليفين أول، هيدا خصوصي للقلي، أنا جايبته من الهيت ماركت، منه غالي 3 أورو حقه القنينة. شايفين هيدا بتقدروا تقلوا فيه، بتقدروا تحطوا بالفرن، بتقدروا تعملوا أي شي فيه من دون ما تخافوا، ما فيكم تستعملوا، لأنه أنا بالنسبة لقلي ما بستعمل الزيت العادي إذا كان منه زيت المعصور على البارد. بدي أخلط المكونات كلهم مع بعضهم وادهن فيهم السمك وطبلهم مشان هيرهم لفوتهم على الفرن. رح حط البهارات اول شي، اكيد فيها ملح ما منزيد ملح. رح حط الثوم، ورح حط الحامض، رح اعصر الحامض فوق منه. حامضة مثل ما قلت لكم. رح حط تقريبا فنجان صغير شاي زيت قلي، عفوا زيت القلي تبع زيت الزيتون، لانه كتير طيب مع زيت الزيتون صراحة هيدي الاكلة. رح اخلطهم مزبوط وتبل فيهم السمكات. هلا رح احركهم كلهم مع بعضهم. عفت الريحة، كتير حلوة ريحتها، تتبيلة ريحتها روعة. هلا هاي التتبيلة شايفين رح احطها على السمكات تعولي، وانا قاصة السمكات شايفين عاملتلن قاصتهم من الميلتين. هلا بدي حط التتبيلة عليهم كلياتهم، ودخل التتبيلة بقلب السمكات مطرح ما انا قصصتهم، حتى لي ياخدوا نكهة غير شكل، حتى من قلبهم كمان. شايفين الريحة روعة، هاي قلبها للسمكة. هلأ ديريكت بس خلصهم راح فوتهم على الفرن حامي 250، حوطي لدرجة الحرارة ل 180 لحتى يستوى مزبوط. درجة الحرارة 180، ولحتى تشوفوا انه السمك تحمر واستوى بكون خلص عنا اكلتنا لليوم. يعني ما في وقت معين، بتشوفوا انتو بتراقبوا السمكة استويت ولا حغطيه ولا شيء، رح اتركها هيك مفتوحه لانه بدي السمك يطلع كمان محمر، ما بدي يطلع السمك هيك كله مي ومتشتش، لا بحبه انا محمر ومحمص ومن جوا مطبل وطري. شايفين ما احلى منظر التتبيله على السمكات، والريحه روعه، ما بخبركم قديش الريحه حلوه. تبلنا كل السمكات،
مثل ما شايفين. مثل ما قلت لكم انتو اي نوع سمك عندكم اياه بتقدروا تعملوه بهيدي التتبيلة، ما تتقيدوا بنوع سمك معين، اي نوع سمك بتحبوه فيكن تعملوه بهاي التتبيلة. هلا رح فوتن على الفرن الحامي مثل ما قلت لكم على 250، وبرجع بوطي النار على 180 ليستوي السمك ويتحمر على كيفه، على مهله، على اقل من مهله. وهيك مثل ما شايفين السمكات خلصوا عندي، بيجننوا ريحة بتعقد. انا كمان هون كان عندي شوية سردين قليتهم مع شوية خبز محمص، نحن هيك بنحبه مقلي مع شوية خبز محمص. كمان قليت باذنجان معهم وعملت سلطة، وهلأ بتشوفوا صحن التقديم. خلصنا طبقنا لليوم، طبق السمك بالفرن ولا اروع من هيك. اكيد قلينا معهم بطاطا وباذنجان وسلطة عملت، وعملت طراطور. فيكن انتو تعملوا صوص او تاكلوه هيك مع حمص بطحيني كمان، كتير بيطلع طيب. اذا عجبكن الفيديو ياريت تعملولي لايك وشير وسبسكرايب. شكركن كتير على المتابعة، والى اللقاء بفيديو جديد.